يا هلا فيكم في ترند. 7 سنين بين الصورتين، كل اللي تغير انه زاد الحب الجنوني لهم. بهذه الكلمات علق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على الصورتين اللي نشرهم سموه لأبنائه عبر حسابه في الانستغرام، واللي نالت انتشار واسع وتعليقات كثيرة من قبل متابعي سموه. عبر حسابها الرسمي في تويتر، حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على التدرب على استخدام طفايات الحريق المناسبة للاستعمال في حرائق الكهرباء، مثل طفايات البودرة وطفايات ثاني أكسيد الكربون، وتجنب استخدام الماء في حرائق الكهرباء على الإطلاق، لكون الماء مواصل جيد للكهرباء. الله يحفظنا ويحفظكم، ونتمنى السلامة للجميع. بسبب الظروف الاستثنائية اللي نعيشها، تقرر ولأول مرة في التاريخ إلغاء جائزة الكرة الذهبية بالوندور لأفضل لاعبي العالم للعام الحالي. هذا اللي ذكرته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت المجلة أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى عدم تكافؤ فرص اللاعبين للمنافسة على الجائزة، وبالتالي تسبب في إلغاء الجائزة لهذا العام. مقطع فيديو يظهر علاقة من نوع خاص بين ثور وبقرة تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر ثور في المقطع وهو يلاحق السيارة اللي أخذت البقرة لاتشمي لمسافة بلغت كيلومتر تقريبا حتى نجح في استعادتها. البقرة لاتشمي ربتها عائلة من مدة 4 سنوات وقرروا بيعها لما تعرضوا له من ضائقة مالية. مقطع الفيديو أثار عاطفة الناس اللي تمكنوا من جمع 40,000 روبية لإنقاذ البقرة. خلنا نتابع. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من ترند. مع السلامة.